ده في الإنجيل، يعني جزء مفضل بالنسبة لي، لأن الصراحة في الجزء دوت بيورينا تعامل ربنا في التجربة إزاي وتعاملنا إحنا في التجربة إزاي. خليني قبل ما أتكلم في الإنجيل نفسه أتكلم في الحدث اللي قبل ده. إحنا ده إنجيل معلمنا متى البشير إصحاح 14 آية 22. الجزء اللي قبليه على طول كان بيتكلم على معجزة إشباع الجموع 5000 شخص. الموضوع ببساطة إن كان في ربنا يسوع على كل مجد قاعد مع التلاميذ، وبعدين علم وتلاميذه بيقولوا له الناس عايزة الوقت اتأخر فأصرفهم لألا يخوروا في الطريق محتاجين أكل، فقال لهم معاكوا إيه؟ قالوا له معانا طفل صغير معاه 5 خبزات وسمكتين، بس ده ما ينفعش يأكل الناس دي. فربنا أخذ 5 خبزات وبارك، وحصلت المعجزة وبدأوا التلاميذ يوزعوا. الأول قال لهم أقعدهم 50-50، تخيلوا بيقعدوا 5000 واحد 50-50، وبعد كده بيأكلوه، وبعد ما أكلوهم خلاص بقى رب قال لك لا نلم الكسر، ده خبز بركة ما ينفعش يترمي، لازم يتلم. يعني الواحد فينا لما بيعزم أسرة في البيت فيها 10 أنفار بيأكلهم بس وبيقعد يطبخ قد كده، وبعد كده يقعد يضيفهم، وبعد كده بعد ما يمشي بقى عنده حاجات قد كده عايز ينظفها، ما بالكوا ده 10 أشخاص، تخيلوا بقى 5000 شخص المجهود اللي بيتم قد ايه. فالتلاميذ خلصوا الحدث ده وكانوا منهكين، كانوا خلاص ما عندهمش حاجة تانية يقدموها. وبعد كده يبتدي الإنجيل النهاردة في العشاء يقول الوقت ألزم تلاميذه أن يركبوا السفينة واسبقوا إلى العبر. ماضح إنهم كانوا عايزين نروح الناحية التانية، فرح ربنا يسوع على كلمة هنقف عندها شوية، ألزم تلاميذه أن يركبوا السفينة واسبقوه إلى العبر، يعني قال لهم لازم تركبوا وتسبقوا. طب يا رب هنسيبك؟ آه تسيبوني. هتيجي إزاي يا رب؟ أعملكمش دعوة. كلمة هنقف عندها شوية، أن يسبقوا العبر حتى يصرف الجموع. قال لهم أنا إيه؟ همشي الناس وانتوا سبقوا وأنا هحصلكم. حصلنا زمانة ولا كان فيه ولا طيارات ولا عربيات، لازم هيركب المركب، لكن هو ألزمهم قال لهم لازم تروح. وبعد ما صرفهم طلع على الجبل علشان يصلي. أنت مش هتروح يا رب؟ لا لسه شوية، لازم نصلي الأول. وهو بيصلي هم ركبوا السفينة وراحوا، وبعدين أول ما السفينة بقت في وسط البحر، البحر هاج وبدأت الأمواج تضرب في السفينة وهيغرقوا. تخيلوا بعد مجهود اليوم ده كله، هم كانوا مفكرين ما يخشوا السفينة إيه؟ يريحوا بقى يرتاحوا. لا، الدنيا إيه؟ اتشقلبت وبدأت الأمواج تخبط في السفينة، وخلي بالكم دول كلهم صيادين، يعني مهنتهم الصيد والبحر. بس الكتاب يقول إيه؟ وكانت السفينة معذبة من الأمواج، يعني معناها أن الريح كان شديد وهما مش عارفين يعملوا حاجة. تفتكروا إيه أول سؤال يجي في دماغ التلاميذ في الوقت دوت؟ فين يسوع؟ يسوع مش موجود. المرة اللي فاتت لو تفتكروا من الأسبوع اللي فات أو اللي قبليه، المسيح كان معاهم في السفينة، راحوا جريوا بسرعة ورا قولوا اصحى بنغرق، راح لهم يا قليل الإيمان ده أنا معاكم تغرقوا إيه؟ المرة دي مفيش، مش موجود. تفتكروا إيه أول سؤال؟ لو إحنا في مكانهم كده أول سؤال يجي في دماغنا إيه؟ كان؟ لو كان معانا. لا ده في ممكن يبقى أحسن من كده، هو فين؟ هو سابنا ليه؟ هو كان عارف اللي هيحصل؟ أصلا المسيح ألزمهم، يعني قال لهم لازم تركبوا وتسيبوني. اول حاجه تيجي في مخه ايه ده؟ هو كان عارف ولا ايه؟ كان عارف ان احنا هنغرق عشان كده سابنا وقعد هو بره. طب ما جاش معانا ليه؟ ليه سايبنا تعبانين كده؟ ليه سايبنا لوحدنا؟ وبعدين الكتاب يقول يجي في الهزيع الرابع جاء اليهم ماشيين على البحر. عارفين الهزيع الرابع دوت حوالي الساعه كام؟ الهزيع الرابع ده يبتدي من حوالي الساعه يعني 3 يعني او 4 الفجر كده لحد الصبح، يعني وقت شروق الايه الشمس. فهم في الغروب مشيوا، يعني مشوا على الساعه 8-9 كده، ركبوا المركب وفضلوا من الساعه 9 بالليل لحد الساعه 3 بالليل بيصارعوا الامواج، يعني 6 ساعات بيموتوا. بعدين المسيح جالهم في الاخر خالص ماشي على الميه.
اختبروا لما رأوه ماشيان على البحر اضطرب وقالوا انه خيال. من الواضح قال لك بقى احنا كده كده تعبانين طول اليوم من اشباع الجموع، وبعد كده بقى تعبانين كمان بين ايه بنصارع الموت، فحس ان هم بيشوفوا خيالات بيتهيئ لهم يعني. قال لك بس هي كمان ناقصه كمان ايه هنتخيل ايه خيالات تجينا. ومن الخوف صرخوا، بداوا يصرخوا، فللوقت قال كلمهم قائلا تشجعوا انا هو لا تخاف. كلمه شويه صعبه، رب لا تخافوا ايه؟ احنا بنغرق، سكت البحر ولا تعالى خش معنا في المركب ولا قول لنا نعمل ايه؟ لا تخافوا. تخافوا ايه يا رب؟ بس يعني زي ما يكون واحد مثلا تعبان ومتبهدل، الواحد يقول لك إيه معلش معلش هو انت حاسس بيا؟ معلش انت شايفني تعبان ومتبهدل يا رب، شايفنا متبهدلين وتعبانين وحالتنا حاله، وتقول لنا ما تخافوش. لا هنخاف طبعا، ما نخافش ليه؟ بنموت. طب قدم، طيب مد ايدك امسك واحد فينا. قال لهم لا تخافوا، تشجعوا انا هو لا تخافوا. فاجاب بطرس وقال يا رب ان كنت انت هو، يعني لو انت بقى فعلا هو، لانهم مش متاكدين اذا كان هو ولا مش هو، ان هم فاكرين هو خيال. فمرني ان اتي اليك على الماء، قل لي اجي لك. خلي بالكوا الطلب ده طلب غير منطقي. الواحد لما يكون قاعد في مركب، محدش جرب الشعور ده، وقاعد في مركب وبيغرق زي كده، الغريق بيتعلق بقشايه، لكن ما شفناش واحد غريق بيسيب المركب اللي هي ممكن تبقى النجاه بتاعته وعايز ينط ينزل في الميه. حد سمع حاجه قبل كده زي كده؟ مفيش. ده الواحد لما يكون معاه حته خشبه كده يفضل ماسك فيها يقول لك هي دي اللي هتنجيني، ممكن اعوم بيها لحد ما اوصل لاي شط، لكن ده عايز يسيب المركب وينزل يمشي على الميه ويروح لربنا يسوع على كل مجد. بس ربنا عجبته الفكره دي، قال له تعالى، مش عايز تيجي انزل وتعالى. تخيلوا بقى التلاميذ اللي حواليه بقى يقولوا ايه يا ابني رايح فين بتعمل ايه؟ هنط نط ايه؟ احنا مش متاكدين ده مين، ده خيال ولا ايه؟ احسن انت هتغرق كده. يقول لهم لا انا رايح. رايح فين يا ابني؟ استنى. لا هو قال لي تعالى. وفعلا قديس بطرس نزل ومشي على الميه. طول ما هو باصص على ربنا يسوع كل المجد، هو ماشي فوق الميه، ماشي فوق الموج، يطلع ينزل هو مش فارق معاه. بس الواضح انه لما مشي شويه كده وبص حواليه قال ايه ده؟ ان اللي جابني هنا؟ فبدا يغرق، وابتدا يغرق وصرخ قال يا رب نجني. كتاب مقدس انا فيك بيقول لك فللوقت، يعني على طول مد يسوع يده وامسكه وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت؟ يعني ليه شكيت؟ فلما ركب السفينه سكنت الريح، والذين كانوا في السفينه سجدوا له قائلين بالحقيقه انت ابن الله. زي ما قلت لكم ان في دور اي تجربه بنعدي بيها في حياتنا، ربنا فيه جزء واحنا لينا جزء. علشان نعرف نعدي اي تجربه في حياتنا بسلام لازم نعرف ربنا بيعمل ايه، علشان انا كمان اعرف انا لازم اعمل ايه. مشكلتنا في اي تجربه بنعدي فيها ان احنا مبقاش عارفين ربنا بيعمل كده ليه. الانجيل النهارده ده خير مثال للي ربنا بيعمله في اي تجربه. اول حاجه ايه دور ربنا في التجربه؟ اول حاجه انه يسمح بيها. انا مش عايز اقول كلمه اصعب، انه ساعات هو اللي بيدبرها. واحد يقول لك استنى استنى يا ابونا استنى، ايه ده الكلام ده؟ الكلام ده غير اللي احنا سمعناه قبل كده. ليه؟ يقول لك الله غير مجرب بالشرور. اقول له الله غير مجرب، يعني ربنا ما يجربكش بشر، يعني ربنا ما يديكش تجربه فيها شر. واحد يقول لك انا مش عارف ابطل السجاير، عندي تجربه السجاير. لا السجاير دي تجربه انت حطيت نفسك فيها، انت اللي بتشرب. واحد مدمن مخدرات يقول لك دي تجربه، لك لا ده مش تجربه حبيبي، ده انت اللي مجرب نفسك، ان ربنا ما يجربكش بالشر. لك ربنا ممكن يجربك، ممكن يسمح لك بتجربه تيجي في حياتك، طبعا. علشان كده في كتاب مقدس الذي يحب الرب ايه يؤدبه، يعني ان في ساعات تيجي حاجه على الواحد يبقى تاديب من ربنا، عايز يغير فيك حاجه. عشان كده في الصلاه ربنا نقول له ايه؟ لا تدخلنا في تجربه. احنا بنكلم مين؟ كلم ربنا يسوع، بقول له ما تدخلناش في تجربه، وبعديها نقول له لكن نجينا من الشرير. يعني في حاجات ساعات ربنا يسمح لنا بيها تبقى تجربه، ربنا سامح لي بيها لاجل منفعه ليا، وساعات في تجربه بقى انا اللي مجرب نفسي بيها والشيطان هو اللي مجربني. فعشان كده اقول له يا رب معلش احنا عقلنا انا اسف تخين شويه، ما بنستوعبش بسرعه، فمعلش ما تبقاش الطريقه اللي تفهمني بيها التجربه، عشان دي طريقه صعبه شويه. عشان كنا نقول له ما تدخلناش، بنكلم ربنا نقول له ما تدخلناش في تجربه، ده معنى ربنا ممكن يدخلنا؟ ممكن.
بس نقول له يا رب معلش أجل موضوع التجربة ده شوية، إحنا نحاول نتوب، وفي نفس الوقت نرجع نقول له لكن نجينا من الشرير، لو الشرير مدبر لنا فخ نقع فيه أو تجربة نقع فيها لا يا رب إيه ابعده. تمام؟ زي المدرس، أي مدرس عاوز يعرف مستوى الطلبة اللي عنده بيعمل لهم امتحان، الامتحان ده تجربة، كل الطلبة ما بتحبش الامتحانات، بس دي الطريقة الوحيدة اللي المدرس يقدر يقيم بيها الطلبة اللي موجودين عنده ويعرف نقط ضعفهم فين ويقويها، من غير امتحان ما يعرفش. فساعات تبقى التجربة هي الطريقة الوحيدة اللي ربنا يغير بيها حياتنا. كلمة ألزمهم تؤكد أن ربنا كان عارف اللي هيحصل، ربنا كان متأكد أن هم هيروحوا ويغرقوا. إذا رب كنت عارف يقول لك آه كنت عارف، وسبتهم يقول لك كنت لازم أسيبهم، ده دول أقرب ناس ليك، ده دول 12 اللي أنت اخترتهم بنفسك، هتسيبهم يغرقوا؟ يقول لك لا هم مش هيغرقوا بس أنا هعلمهم درس. هتبقى صعب شوية بس دي الطريقة الوحيدة اللي يقدروا يتعلموا بيها درس، لازم يركبوا لوحدهم ويعدوا في المشكلة دي. طيب يبقى ده أول دور لربنا في التجربة، إن يعمل إيه؟ يسمح بيها، يسمح إن في تجربة تجينا. تاني حاجة لما قال لهم روحوا اسبقوا للعبر، هو عمل إيه؟ هو راح صلى، طلع فوق على جبل وبيصلي. تخيلوا المنظر كده، السفينة في المية بتغرق بتغرق، وهم بيقولوا أنت فين يا رب؟ أنت مش موجود ليه؟ سايبنا ليه؟ بس في الواقع هو واقف الناحية التانية على الجبل بيعمل إيه؟ بيصلي، هو مش سايبهم، هو واقف يصلي لهم عشان يقدروا يعدوا من اللي هم فيه. ساعات احنا نظن ان ربنا مش شايفنا، لما تعدي تجربة على الواحد يقول لك وراه ربنا فين، ربنا سايبني ليه كده، ربنا سامح لي بليه، ونفضل نلوم ونشتكي ونقول له ليه يا رب وليه وعملت وليه وسويت وليه 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 وليه، لكن في الحقيقة ربنا بيبقى واقف يشفع فينا، لأنه هو عدى في حياتنا قبل كده وعدى في تجارب، مش الشيطان جاي يجربه، فهو عارف يعني ايه تجربة. علشان كده يقول فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، يعني هو كل حاجة احنا عدنا بيها هو جربه فيقدر يحس بينا. علشان كده يجي في الكتاب يقولك في كل ضيقهم تضايق، قالك ايه اللي ضايقك رب؟ يقولك ان ولادي بمتضايقين. طب ما احنا لما يكون في تجربة ليه لازم؟ يقولك لازم معلش، لان احنا مفهومنا عن التجربة شوية مغلوط. يعني الكتاب يقولك احسبوه فرح يا اخواتي عندما تقعون في تجارب متنوعة، في كلمة ابونا داود كده يقولها، يقولك يا بخت اللي ربنا متوصي بيه، كلمة شوية صعبة، يقولك اللي ربنا متوصي بيه داود يقولك يا بخت ده ربنا مركز معايا، بس احنا كلنا مش عايزين ربنا يركز معانا، يقولك لا لا تدخلنا في تجربة، معلش بلاش ده دلوقتي، بلاش الدرس ده هيبقى بالنسبة لنا صعب. فالموقف ان التلاميذ شايفين ربنا يسوع مش عامل لهم حاجة وسايبهم وهم بيغرقوا، في الوقت اللي هو واقف على الجبل بيصلي لهم وموجود معاهم. ثالث حاجة لما جه الهزيع الرابع عمل حاجة حلوة قوي، راح لهم. ثالث نقطة في التجربة في دور ربنا لازم يجي، ده موضوع منتهي، لازم يجي، ممكن يتأخر، والحكمة هو بيتأخر مش عشان هو مش عايز يجينا، لا هو بيتأخر لحكمة، بس لازم يجي، ملهاش حل تاني. لما ربنا يجي يبقى قريب قوي للإنسان في وقت الضيقة، عشان كده القديس أنبابولا أول يسوع قال اللي بيهرب من الضيقة بيهرب من ربنا، يهرب من الله، لأن ربنا بيكون أقرب ما للإنسان في وقت الضيقة. أصعب وقت الإنسان بيحس إنه مخنوق فيه هو أكتر وقت بيحس إن ربنا حواليه وبيسابورت وبيسنده ويسنده. بس إحنا ساعات نعمل زي التلاميذ، لما ربنا يسوع على كل مجد قرب لهم هم شافوه شبح، شافوه خيال. ساعات ربنا يبقى قريب من الواحد جدا ولازق في الواحد كده، بس انا افتكر ان ربنا مش شايفني، ده خيال انا بيتهيأ لي، لكن في الوقت ده يبقى حقيقي ربنا اقرب ما يكون للانسان، لكن ساعات احنا بيتهيأ لنا انه خيال. رابع نقطه ربنا في التجربه يشجع، لما لقوهم بيصرخوا في المركب قال لهم ايه؟ تشجعوا انا هو لا تخاف. ربنا في وقت عز التجربة يشجعك، يبعت لك حاجة تشجعك، يبعت لك رسالة تعزية عن طريق صاحبك، عن طريق أب كاهن، عن طريق رسالة في الكنيسة، بس
سيبعت لك رسالة تشجيع. ولما قال لهم أنا هو، أنا هو دي يعني اللي هي إيجو إيمي، اللي هو أنا هو الله. يعني ربنا عايز لهم بيقول لهم أنا هو الله، تشجعوا. خايفين من إيه؟ أنت خايف من إيه يا ابني؟ ما هو أنا الله ضابط الكل، أنا اللي ماسك كل حاجة فيني، خايف من إيه؟ دي رسالة لكل واحد فينا، ليه خايف؟ إيه اللي ممكن يحصل لك؟ إيه اللي ممكن يحصل لك في حياتك يخوفك؟ مفيش. بقول لك أنا هو الله، أنا هو إيجو إيمي، أنا هو الله، يعني أنا اللي متحكم في كل شيء حواليك، ليه خايف؟ راح بطرس قال له إيه؟ قال له لا أنا عايز أنزل بقى. وقلت لكم الطلب الغير منطقي. ربنا عجبه طلب بطرس لأنه ده الهدف من التجربة. رغم أن ربنا شجعه وقال لهم أنا هو الله وما تخافوش، بس فضلت الموجة برضو تخبط في السفينة، مفيش حاجة اتغيرت. يعني مش شرط وجود الله جنبيك أنه يوقف، لأن احنا دي فكرتنا، لما يجينا تجربة معنا في حياتنا أول حاجة فيه تيجي في دماغنا أن يا رب ارفع التجربة دي، بس ربنا يقول لك لا لسه شوية، لازم درس تتعلمه، في حاجة لازم تتغير جواك، مش هينفع تخش السما كده. قديس بطرس لما طلب الطلب الغير منطقي انه ينط في المية ويخرج برا السفينة اللي هي مصدر امانه هو، ويروح لربنا يسوع وكل مجد، ربنا عجبه الفكرة، قال له مش عايز تيجي؟ تعالى. انت هتعمل ايه؟ انت هترمي نفسك في قلب المية، بس انا رايح له، رايح لربنا يسوع وكل مجد. فربنا قال له تعالى وبدأ يمشي فوق الموج. وده هدف ربنا من التجربة. ربنا مش عايز يرفع التجربة عنك، لكن عايز يرفعك انت فوق التجربة، يحطك فوق، تبقى التجربة تحتيك. اي حاجة بعد كده تيجي تحتيك مش تفرق، لكن طول ما انت تحت والموج فوقيك تفضل تعبان. لكن الموج ده لو فضل موجود وانت فوق، مهما يعدي الموج من تحتيك مش خايف، لان في حد شايلك، في حد رفعك. عشان كده طول ما القديس بطرس كان مثبت نظره على ربنا وباصص على ربنا، هو مش شايف حاجه تحت، مش فارق معاه اي حاجه، وربنا مخليه فوق كل الامواج، فوق كل الريح اللي موجود، وماشي، فضل ماشي. امتى غرق؟ لما بص حواليه، لما بص لظروفه. ودي احنا بنقابلها كلنا في اي تجربه. اي واحد بيعدي باي تجربه، طول ما هو بيبص حواليه يفضل مكتئب وتعبان ومتضايق ومخنوق، وقول ملهاش حل، مش هتتحل، عمرها ما هتتحل، يخش من ضيق لضيق ومن نكد لنكد ومن تعب لتعب. بس اول ما بنركز على ربنا، ربنا يقول لك استنى اهدى بقى كده، انا هشيلها بس مش دلوقتي. فطول ما تحس ان ربنا معاك ده يديك تعزية، يرفعك فوق التجربة، فما تبقاش حاسس بالتجربة انها تعباك، بالعكس تحس انها سبب بركة ليك. وبعد ما القديس بطرس بدأ يغرق، الكتاب يقول لك للوقت مد يده وإيه؟ وأمسكه. مش هدف ربنا من أي تجربة في حياتك إنه يغرقك. الغرق مش وارد. الغرق مش وارد مع ربنا. ده أوبشن مش موجود. إن أنت تغرق، إن أنت تخسر، ده مش موجود مع ربنا. ممكن تتعب شوية، لكن مش ممكن تغرق. مش هسيبك تغرق ابدا، لازم للوقت او ملك بتغرق لازم هيمد ايده ويتدخل، حتى لو انت تصرفت غلط. يعني القديس بطرس هنا تصرف غلط، شال عينه من على ربنا وبدا يبص حواليه، لكن ايه اللي جابني هنا؟ هغرق. ده تصرف غلط، بس ربنا برضه ما سمحش حتى لو الغلط مني. يعني ساعات الواحد يغلط في حياته، ربنا برضه ما يسمحلكش ان انت تضيع، مش عايزك تهلك، لان انا هدفي ان انا اكون مع ربنا. ممكن اغلط كضعف بشريه، عشان كده ربنا يقول لك للوقت ايه؟ مد ايده ومسكه، لحقه، قال له لا تعالى. مش هدف انك تغرق، انا هدف انك تتعلم. عشان كده ما سابوش يغرق ومسكه بسرعه. وبعد كده دخل بيهم السفينه، واول ما دخل السفينه ربنا ما انتهرش الريح ولا حاجه، الريحه اللي ايه هديت لوحدها. وده درس نتعلمه، ان احنا لما نسيب ربنا يدخل قلوبنا ويدخل بيوتنا، كل الريح اللي حوالينا تسكت، تهدى. لكن مشكلتنا ان احنا لسه بنبص حوالينا، لسه بنبص في ظروفنا، لسه بنشوف امكانياتنا نعمل ايه، وده اللي تعبنا، ده اللي بيخلينا نحس ان احنا نغرق. لكن لو رفعنا عينينا فوق ونقول رب اتصرف انت، نحوك اعيننا
يمد ايده على طول ويطلعنا. ده دور ربنا في التجربة. طب انا دوري ايه بقى؟ انا اكيد ليا دور. بدام ربنا اللي سامح بالتجربة، وخلي بالكم لما اكون انا اللي بجرب نفسي، ان ساعات ناس كتير تجرب نفسها، لكن لو ربنا اللي سامح لي بالتجربة اقبل بشكر، ولو بدام يا رب انت اللي سامح بده انا هاخدها من ايدك بشكر، لان انت عاملها لمصلحتي، انت عارف انا محتاج ايه. زي ما يكون واحد يكون عنده مرض مش كويس ويجي دكتور يقول له لازم تعمل عملية. كلنا بنكره العمليات ما عدا الدكاترة عشان هم اللي بيعملوها. يقول لك لازم تعمل عملية، ما ينفعش اي دواء اي حاجة اخده. يقول لك لا، لازم المشرط يفتح ويتشال، مفيش اي علاج تاني. يقول لك لا مفيش. خلاص بيحصل ايه في الاخر لما يكونش غير فيه غير حل دوت؟ بنرضى بالامر الواقع وقول ربنا يستر، ربنا يمد ايده ويتدخل وربنا بيتمجد. فربنا ساعات يقول لك مفيش حل غير ان انت لازم تعدي في تجربه. دي الجراحه اللي ربنا بيستخدمها عشان يغير في الواحد. يقول لك مالكش حل، جواك حاجه لازم تتشال، لازم افتح واشيلها. بس بدام ربنا اللي بيعمل كده انا هقبل. اللي بيخلينا بنسلم حياتنا لناس ارضيين، فبالك ربنا يقول لك انا هعمل لك عمليه صغيره كده، يشيل منك، شيل منك كبرياء، شيل منك افتخار، شيل منك حب فلوس، شيل منك انانيه. معلش نسيب نفسنا لربنا ونقول له يا رب مدام ده لمصلحتي انا ما عنديش مشكله. تاني حاجه في التجربه ربنا يعملها، ربنا طلع يصلي على الجبل صح؟ علشان نقابل ربنا في التجربه لازم احنا كمان نقف نصلي فنتقابل، غير كده مش هنعرف نقابله. احنا لو لاحظنا في اول في المعجزه كلها ان مفيش حد من التلاميذ وقف صلى. حد وقف صلى؟ حد وقف قال له يا رب الحقنا؟ مفيش، ما عملوش كده. احنا برضه بنعمل كده. هم لو كانوا وقفوا صلوا كانوا قابلوه وهو واقف على الجبل بيصلي. دي النقطه اللي بنقابل فيها ربنا، لكن هم محدش فيهم عمل كده. بس رغم ذلك عمل ايه؟ جالهم برضه، يعني ما سابهمش، لان عارف ان هم عن ضعف بشري عاملين كده. هم اتشغلوا ان هم يحلوا مشاكلهم ويشوفوا هيعملوا ايه في السفينه، ويشوفوا اتشغلوا بامورهم، فما فكروش في اوبشن الصلاه ده. اوبشن الصلاه ده ما بيجيش في دماغنا خالص. او نقولوا لابونا ابونا صلينا عندنا كذا، ما لابسين ايش دولهم بس اللي بيصلوا، انما الباقيين يقول لك احنا نتحاول نتصرف نعمل حاجه تانية، نشوف ايه اللي ممكن نعمله. لكن ما حدش يوم وقف صلى. ودي رسالة تدينا تعزية، ان احنا لما بنهمل صلواتنا شوية ربنا ايه يعني يقولك معلش اصبر عليهم بس ما نطولش. لكن المكان الوحيد اللي نقدر نقابل فيه ربنا في التجربة في الصلاة. هو واقف بيصلي عنك وانت واقف كمان تصلي، تقول يا رب انا عندي مشكلة. يقول ربنا انا عارف، ما تقلقش شوية كده وهتتشال. يبقى دي تاني نقطة. يبقى اول نقطة ان احنا نشكر في التجربة، تاني حاجة ان احنا نصلي، تالت حاجة ربنا عمل ايه؟ لازم يجي قرب ناحيتهم، فانا كمان لازم اعمل ايه؟ لازم اقرب. ايه امتى اقدر اقرب من ربنا؟ انا ممكن اتحد بيه كده، الزق فيه كده، ان انا اخد جسد دم من على المذبح اتناول. اي كنيسه يقول يا رب انا عايز اتحد بيك، عايز اقرب منك على قد ما تقدر. انت بتقرب، انا عارف انك بتقرب، بس انا بعيد. اقرب ازاي؟ ان انا اجي واتناول من جسد ربنا ودمه. رابع نقطه، هو جه وشجعهم قال لهم لا تخافوا، انا هو لا تخافوا. لما ربنا يقول لك ما تخافش المفروض انا اقول له ايه؟ اقول له امين انا مش خايف. زي ما يكون ولد صغير ماشي مع بابا ومسك ايده ويعدوا في حته ضلمه، يقول له بابا انا خايف، يقول له حبيبي ما تخافش انا معاك وماسك ايدك ومعدي بيك، خايف من ايه؟ ابقى يقول لك انا معاك ما تخافش. لما يقول لك ما تخافش اقول له امين انا مش خايف. خامس نقطه في التجربة عشان تعدي بسلام لازم تثبت نظرك على المسيح. طول ما احنا بنبص حوالينا طول ما هنفضل ننزل لتحت، طول ما هنفضل نغرق. انما لو احنا مثبتين نظرنا على ربنا هنطلع فوق التجربة. النقطة الثانية، النقطة المهمة هنا، ان لولا التجربة ما كانوش سهروا صح؟ هم جايين تعبانين من اليوم، هم كانوا مانيين نفسهم ان هم يركبوا المركب يناموا والمركب تاخدهم لحد الناحيه الثانيه وخلاص ويعدي يوم بسلام. لكن لولا التجربه اللي هم فيها
فضلوا سهرانين طول الليل. ساعات ربنا يسمح لنا بكده. تخيلوا بقى لو هم ما كانوش سهروا كانت الدنيا عدت عادي، لكن هم عشان سهروا وتعبوا فقدروا يشوفوا ربنا في نهاية مشكلتهم. سادس نقطة، لما ربنا دخل السفينة ورفع التجربة، ان انا ايه افرح واسجد واقول يا رب انا متشكر انك رفعت عني التجربة. احكي لكم حكاية اختم بيها. ساعات موضوع الشكر ده احنا بننساه كلنا، وانا اولكم، ممكن يبقى مزنوقين قوي ولما ربنا يفكها عننا بننسى نشكر. كان في مرة في مصر كده في امتحانات الثانوية العامة، الثانوية العامة دي في مصر كانت زمان يعني، دلوقتي الامتحانات اونلاين، تخش قبل الامتحان بيوم تلاقي الامتحان اونلاين بالاجابه وتخش تمتحن وتبقى تمام، انما زمان كانت الدنيا شويه صعبه. فده كان امتحان تحديد مصير، يعني يا تخش كليه كبيره يا ما تخشش كليه خالص. فجي كاهن في كنيسه كده قال يا جماعه احنا عندنا امتحانات الثانويه العامه الاسبوع الجاي، فاحنا هنعمل يوم صلاه للثانويه العامه. فبداوا يعملوا اليوم بتاع الصلاه، الكنيسه جمعه عظيمه مفيش مكان لبني ادم، كله جاي يصلي جمعة. هي ربنا بقى يقف معنا في الثانوية العامة. وبعد كده قال لهم بعد ما خلاص صار، قال لهم يا جماعة بعد ما نخلص امتحانات هيبقى ياريت نيجي نعمل اجتماع صلاة شكر علشان ربنا عدنا من الثانوية العامة. فالكاهن اللي بيحكي الحكاية دي هو كان خادم في نفس الكنيسة، فعدت الامتحانات وعدى الأسبوع معاد بقى اليوم اللي هيصلوا فيه. فيقول لأ كده واحد شاب يعني راجل كبير كده محترم لابس بدلة كده والمدام بتاعته ومعاه طفلين كده يعني شابين صغيرين، فداخل بقول له هو الاجتماع فين؟ اجتماع ايه؟ قال له اجتماع الشكر بتاع الثانوية العامة. شكر ايه؟ مش مركز مش فاكر شكر ايه؟ قال له أبونا قال ان في النهاردة اجتماع علشان نشكر ربنا بعد الثانوية العامة، فين الاجتماع ده؟ مفيش حد جه، مفيش حد جه غير الأسرة دي هي اللي جت تقول لربنا شكرا انك عدتنا من الثانوية العامة. ربنا يدينا ان احنا في التجربة ان احنا نشكر ونصلي ونتشجع بوجود ربنا في حياتنا ونقرب منه وناخد جسده ودمه، وان احنا في التجربة نركز مع ربنا يسوع على كل مجد. لان ساعات بيبقى هدف التجربة ان احنا نركز مع ربنا، من غير تجربة ساعات ما بنركز بعيد. ربنا يقول لك حبيبي انا وحشني صوتك عايز اسمعه، فتقف تصلي. وبعد ما ربنا يشيل التجربة نشكر ونقول له شكرا يا رب انك سمحت لنا ان احنا نتغير وفي نفس الوقت شفنا ايديك في حياتنا وهي بتشيل التجربة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين. جفز مروت جبيوت مبشيرين ببن ما يتوت يا سجيك بولت نوشت موت انتي اون الذي في السماوات.